أهلا بحضراتكم، يوم جديد في هذا الصباح ونبتدي بيه معاكم دايما بالخير، وإن شاء الله يبقى يوم يعني سعيد على كل الناس. صباح الخير يا كريمة. صباح النور منى، صباح الخير مشاهدينا الكرام، وزي ما منى بتتمنى يا رب إن شاء الله يكون يوم سعيد على الجميع. على مدار نحو ساعتين معانا مجموعات متنوعة من الموضوعات، يعني بعد الفاصل على طول هنبدأ في جولة إخبارية لأهم وأبرز التقارير الإخبارية اللي عدها لنا مراسلينا، وكمان جولة إخبارية في أبرز ما يحدث حول العالم. معانا كمان معانا موضوعات تانية، عندنا موضوع عن الفيسبوك وما يسببه من أمراض اجتماعية من خلال كتاب اسمه عاهات فيسبوكية، هيكون لنا لقاء مع صاحبة الكتاب ونشوف ازاي رصدت السلبيات والمشاكل اللي بتنقلها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام والفيسبوك بشكل خاص. صحيح، وكمان معانا موضوع تاني عن السياحة المصرية. الحقيقة ان دي سان البريطانية قالت ان مصر من افضل المقاصد السياحية في العام 2019، وفي توقعات بتطور حركة السياحة بشكل كبير في مصر. طبعا بنتمنى الخير لبلدنا والاستمتاع لكل السياح اللي بيشرفونا في مصر للتمتع أثرها ومعالمها السياحية المختلفة. ده طبعا بالإضافة لفقراتنا الثابتة، سواء كانت النشرة الاقتصادية أو النشرة الرياضية أو متابعتنا اليومية لحالة الطقس وحالة المرور في بداية اليوم. طبعا هيكون في معنا حوار عن صاحبة الجلالة، كل ده هنتابعه ولكن بعد الفاصل. صباح الخير، صباح جميل عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم يخص الرياضيين وغير الرياضيين، وهو الرباط الصليبي. ايه هو الرباط الصليبي وايه شكله جوه الركبه وفايدته ايه لما بيحصل فيه قطع؟ بيحصل ايه في الركبه؟ وايه التاهيل اللي بيحصل قبل العمليه لما بيحصل فيه قطع؟ وايه التاهيل اللي بيحصل بعد العمليه ولو حصل فيه قطع جزئي؟ كل ان شاء الله ده هنوضحه على كابتن محمد صقر. اهلا بيك، تعال اتفضل. الركبه لما بيحصل فيها اي مشكله خاصه في الرباط الصليبي بيحصل حاجه اسمها انستابيليتي او عدم ثبات في الركبه. طب الاول لازم نفهم الرباط الصليبي دوت ليه سموه صليبي. هو بيبان في الاشعه على شكل كورشيه، يعني على شكل صليب، عشان كده سموه رباط صليبي. الرباط الصليبي بيكون من جزئين، حاجه اسمها anterior crochet ligament او رباط صليبي امامي، وposterior crochet ligament او رباط صليبي خلفي. المفروض ان الرباط الصليبي بيمنع خروج عظمه القصبه لقدام وعظمه الفخذ لورا. يعني تخيلوا معايا لو عندي عظمة القصبة تحت وعظمة الفخذ فوق، بيمنع خروج القصبة لقدام والفخذ لورا. والرباط الصليبي الخلفي العكس، فلما بيحصل فيه قطع بيحصل حاجة اسمها انستابيليتي أو عدم ثبات في المفصل، وده بيخلي عظمة القصبة تقطع لقدام زيادة عن اللزوم، فبالتالي الغضاريف اللي جوه الركبة تتأثر مع الوقت ويحصل فيها تآكل، وبالتالي يحصل خشونة بسهولة لو كان الصليبي ما اتعملش. طيب الصليبي دوره ان هو بيعمل لوك او بيقفل المفصل من جوه عشان خاطر عظمه القصبه زي ما قلنا من شويه ما تطلعش لقدام. طب الرباط الصليبي الامامي دوت بيتكون من رباطين، حاجه اسمها انتروميديال باندل وبوستيولاترال باندل، يعني رباطين فوق بعض عشان خاطر يعملوا رباط واحد. عشان كده بيحصل حاجه اسمها بارشال تير او قطع جزئي في الرباط الصليبي. لازم نفهم ان 80% من ثبات المفصل بيعتمد على العضلات و20% على الاربطه والغضاريف. ناس كتير بيعتقدوا ان الكوادرسيبس هي اهم عضله للرباط الصليبي او للركبه في العموم، عشان كده معظم لاعيبه الكوره الثقافه بتاعتهم ان قبل اي ماتش او قبل اي تمرين يخش يلعب اماميات كتير عشان خاطر يقوي الاماميه، مع العلم ان الكلام دوت علميا غلط. اهم حاجه في الرباط الصليبي هو الهامسترنج الخلفيه، لان الخلفيه الاتاتشن بتاعتها او الاورجن والانسرشن الانضغام بتاعها في نهايه القصبه من ورا. يعني تخيلوا معايا عظمه القصبه اهي، الخلفيه ماسكه في القصبه من ورا، فده اللي يمنع برضه خروج القصبه لقدام، يعني بيعمل نفس الوظيفه بتاعت الرباط الصليبي. فلازم نفهم ان اي حد بيحصل له مشكله في الرباط الصليبي لما نيجي نعمل له اي ريهابليتيشن او تاهيل، ان احنا بنهتم بالاول ماسلز او العضلات كلها اللي حوالين الركبه، خاصه الكوادرسيبس والهامسترنج والادكتور والتنسور فاشيالاتا والكور ستابيليتي والجريتيوس او الاليا.
ان شاء الله الحلقات الجايه هنوضح اهم التمارين اللي ممكن نعملها للتاهيل خاصه قبل العمليه او بعد العمليه الخاصه بالرباط الصليبي، ولو حد حصل له قطع جزء في الرباط الصليبي ايه اللي ممكن نعمله معاه ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم. اهلا بيكم مره تانية، ونبتدي معاكم جوله في اهم الاخبار وتقارير المراسلين. افتتح الدكتور محمد العصار وزير الدوله للانتاج الحربي نيابه عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر مصر تستطيع في نسخته الرابعه بمدينه الغردقه تحت شعار مصر تستطيع بالتعليم. يمكن الهدف الأكبر من هذا المؤتمر والرؤية الأكبر لمصر أن مصر تستبدل نظام التعليم القديم بنظام تعليم جديد بحلول عام 2030، ده بحسب تصريحات لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي. تعالوا نتعرف على التفاصيل أكتر في هذا التقرير. نيابة عن رئيس الوزراء، افتتح اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. العصار أكد أن مصر عادت بقوة لممارسة دورها الوطني. وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد من جانبها أكدت أن الدولة تعمل على الاستفادة من علماء مصر بالخارج. كل الحقيقة الخبراء دول اللي هم جم، يعني بنشكر مصر فخورة الحقيقة بالكم الكبير من علمائها في كل التخصصات، ولكن في مجال التعليم وزي ما معالي الوزيرة تفضلت هي حتى بتدشنت النهاردة المؤسسة عشان تضمن استدامة هذا العمل واستدامة التواصل اللي موجود بين العلماء المصريين في الخارج وبين بلدهم وبين وطنهم، وبعتقد أن هم وجودهم كلهم يعني جايين كلهم حماس وكلهم يعني روح وطنية جميلة في ان هم يساهموا في ان هم التطوير اللي مصر بتقوم به في خطة بناء الإنسان المصري. من جانبها أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبد الشهيد تدشين مؤسسة مصر تستطيع لربط علماء مصر بالخارج بوطنهم الأم. كل واحد جايب بعض الأفكار، بيطرح الأفكار استراتيجيات عامة أو أطر جديدة لأن احنا نطور بها التعليم. يمكن أنا مركز شوية على المايكرو سكيل، أن احنا إزاي نطبق أو نفعل الأطر الكبيرة اللي بيكلم فيها زملائي وأساتذتي، إزاي نفعلها على أرض الواقع على مستوى الطالب على مستوى الأستاذ الجامعي. فده اللي أنا بحاول أركز عليه شوية في السيشن بتاعتي إن شاء الله. العلماء المشاركون في المؤتمر أكدوا على أهمية التواصل الذي تقوم به وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بمصر. الحقيقة أنا شايفة أفضل حاجة عاملاها المدارس اليابانية إن هي اختارت اللي إحنا محتاجين بجد ناخده من اليابان أو من التجربة اليابانية، وهي النقطة اللي أنا قلت لحضرتك عليها، بناء الإنسان. الطفل هو فعلا ثروة، أو الإنسان بصفة عامة هو أهم ثروة بتمتلكها أي دولة، مش بس الجانب المعرفي. أنا مبسوطة جدا المدارس اليابانية مهتمة بالجانب الأخلاقي الجانب الوجداني، ودي أكتر حاجة نقدر نستفيد بيها اليابانيين، خاصة إن إحنا بنشترك مع اليابانيين في القيم الأساسية. الفضائل عندنا واحدة، التواضع، الأخلاق، إزاي أبقى إنسان مسؤول نافع لغيري. أعتقد إن إحنا مشتركين كده. الفرق بيننا وبينهم إن هم قادرين يدخلوا ده في التعليم بشكل ناجح وقوي جدا وشكل أساسي مش شكل ترفيه. وتتواصل فعاليات المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء بحضور عدد كبير من الوزراء و28 عالما من علماء مصر بالخارج. وكالمعتاد بنحاول نعرف أخبار حالة الطقس إيه بالتحديد علشان الناس اللي لسه ما توجهتش لأعمالها وما نزلتش من البيت. معانا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور، ممكن تطمننا على حالة الطقس اليوم، وخاصة ان احنا بالصباح الباكر بيكون في شبورة واضحة لينا واحنا سايقين وجايين الشغل بدري؟ يعني فعلا النهاردة في شبورة كثيفة على اغلب الطرق خاصة قريب المحطات المائية والمزروعات. بالنسبة لدرجات الحرارة، الجو في النهار هيبقى دافي ولكنه في بيبقى شديد البرودة. في نشاط للرياح على شمال البلاد خاصة السواحل الشمالية الغربية وأمطار خفيفة هناك. من غدا هتبدأ الرياح، نشاط الرياح يعم شمال البلاد بالكامل، وفرص سقوط الأمطار تزداد لتشمل السواحل الشمالية بالكامل وأيضا الوجه البحري، وخاصة الغدا خفيفة إلى القاهرة.
تمام. هل في أي توقع بتغيرات يعني جذرية في الفترة المقبلة، يعني موجة برد، موجة أمطار؟ يعني فترة الأمطار بتاعت بكرة دي هتستمر كام يوم معانا مثلا؟ يعني هي هتكون بالنسبة للوجه البحري والقاهرة تبقى غدا بس، لكن بعد غد حتى نهاية الأسبوع هتستمر على السواحل الشمالية. أيضا نشاط الرياح هتستمر على السواحل الشمالية بالكامل، لكن نشاط الرياح بالنسبة للقاهرة هيبقى غدا فقط إن شاء الله. تمام. درجات الحرارة متوقعة إيه دكتور؟ السواحل الشمالية بتتراوح ما بين 19 و20، الوجه البحري والقاهرة ما بين 20 و21، جنوب سيناء شرم الشيخ وغردقة ما بين 22 و23، شمال الصعيد ما بين 20 و21، أخيرا جنوب الصعيد ما بين 21 و22. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. شكرا لك. شكرا يا دكتور. نروح للازهر. تقديرا لطلاب المتفوقين الوافدين الى الازهر، اقام المكتب الكويتي للاعمال الخيريه بالقاهره بالتعاون مع الازهر الشريف احتفاليه سنويه لعدد من الخريجين ضمن 250 وافد من دول العالم اللي انهوا دراستهم في جامع الازهر. صحيح. في هذا الاطار تم تكريم هؤلاء المتفوقين، تعالوا نتابع هذا التقرير. أقام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف حفله السنوي لتكريم طلاب الخريجين والمتفوقين الدارسين بجامعة الأزهر على منحة بيت الزكاة الكويتي، وذلك برعاية الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وسفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة. تكريم خريجين وفاقين من الدارسين، وهذا شيء يسعدنا جدا، و بلا شك أيضا نحن نسعد بتخرج هذه الكوكبة. من جانبه أشاد دكتور محمد محرصاوي رئيس جامعة الأزهر بالأنشطة الخيرية التي تقيمها دولة الكويت في مصر، والتي تعد خطوة هامة في طريق بناء الكوادر العلمية والتعليمية وتشجيعها لخدمة صالح الأمة العربية والإسلامية. حفلة التكريم هذا يعني غاية طالب علم التي يعني مثلا يعني تحبب و أيضا ترشد إلى كي يأخذ يعني امتياز كل سنة. أنا درست في جامعة الأزهر شعبة شريعة إسلامية وحصلت على درجة جيدة جدا. أنا ابن الأزهر الآن، أنا الإسلام رباني، أنا ما جيت للدنيا لأفعل شان أوطاني. وخلال كلمته أثنى مستشار سفارة الكويت على المشروعات الخيرية التي يتم تنفيذها من معاهد أزهرية ومستشفيات وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى زيادة الترابط والتعاون بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي. هناك تعاون مستمر ومتزايد في سواء في مجال التعليم، مجال الصحة، وكذلك كفالة الطلبة والأسر المحتاجة. جدير بالذكر أن المكتب الكويتي بالقاهرة كرم هذا العام عددا كبيرا من الطلاب والطالبات بمختلف كليات جامعة الأزهر، ويكفل حاليا ما يقرب من 1050 طالبا من 35 جنسية في المراحل الدراسية المختلفة. تقديرا لطلبة العلم والدارسين المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة مسيرة النجاح لخدمة أوطانهم، جاءت فكرة هذا الاحتفال السنوي للتجديد على أهمية إعداد طلاب وفق المنهج الأزهري الوسطي السمح، ليكونوا سفراء لنشر هذا الفكر المعتدل والتصدي لكافة أشكال العنف والإرهاب. ندى إبراهيم، النيل. أقامت كلية الهندسة جامعة بنها احتفال باليوبيل الذهبي لتخريج الدفعة الأولى بقسم المساحة. شارك في الاحتفال عدد كبير من القيادات التنفيذية والشركات المحلية والأجنبية، ودي بتكون فرصة الحقيقة لهؤلاء الخريجين في إيجاد فرص عمل مناسبة ليهم وعرض مشروعات التخرج الخاصة بهم. تعالوا نتابع هذا التقرير. احتفلت كلية الهندسة جامعة بنها قسم المساحة بمرور 50 عاما على تخريج أول دفعة منذ عام 68 لتقديم خبراتها في مجالات الهندسة وعلوم المساحة. بعض الأجهزة التكنولوجية اللي فعلا كل الأجهزة التنفيذية بتحتاجها وتحتاج لخبرة متخصصة واسم عريق زي قسم المساحة في كلية هندسة شبرا. يعد قسم المساحة بكلية الهندسة شبرا قسما متفردا وكيانا وحيدا داخل منظومة التعليم الجامعي والمتخصص في هذا المجال، وذلك للمساهمة في بناء وتشييد المشروعات المدنية والبنية الأساسية من طرق ومرافق. أصول هندسة شبرا وقطاع الهندسي في بنها على المركز الأول
على مستوى مصر في آخر التصنيفات العالمية، وهو تصنيف الكيو اس للتخصصات الهندسية والإلكترونية. قسم مساحة في إمكانيات عالية جدا، بجانب أنها بتستخدم في العملية التعليمية، بتستخدم كمان في خدمة المجتمع في رفع مساحات قطع الأراضي وعملية التقسيم بتاعتها ودراسة مناسبها. اتكلم على علم ابتدى هنا في مصر من أيام قدماء المصريين، وإحنا أول من وضع أسس هذا العلم، سواء من معرفة نص قطر الكرة الأرضية أو وضع الأهرام وعلاقاتها الهندسية بعضها مع بعض، مرورا بالعديد من الإنجازات، يمكن آخرها أو من أهمها بالنسبة لنا طابة، وإزاي طابة رجعت لنا وكان لها ثلاث أبعاد أساسية، بعد قانوني وبعد تاريخي وبعد هندسي. علوم المساحة كان لها دور كبير فيه. شهد الاحتفال كل من دكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ودكتور حسين المغربي رئيس جامعة بنها، ودكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة شبرا، ودكتور عمرو حنفي رئيس قسم المساحة، وعدد من الباحثين والمتخصصين، بالإضافة إلى توزيع عدد من الأوسمة والهدايا التذكارية للمتميزين في البحوث العلمية والهندسية. احتفال أكاديمي لخبراء الهندسة في مصر جاء ليؤكد أن ممارسة الهندسة يبعد الفكرة عن الخطأ، وأن أجمل ما في هندسة الحياة أن تبني جسرا من الأمل فوق بحيرة من اليأس. عبد الحميد صقر، النيل. صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إن عام 2019 هيشهد استكمال الافتتاحات والاكتشافات الأثرية اللي الحقيقة يعني عام 2018 كان زاخر بيها في كل الأماكن في مصر. كان في أكتر من اكتشاف أثري كبير جدا، ووضع خطة افتتاحات العام المقبل اللي ستشمل العديد من المواقع الأثرية الجديدة. وزي ما منى ما بتقول، عام 2018 شهد العديد من الاكتشافات، كلها كانت اخبار مبهره الحقيقه. بالنسبه للاكتشافات الاثريه الاخيره في منطقه اثار سقاره، اعرب الوزيري عن توقعاته في اكتشاف المزيد من المقابر الاثريه المتميزه بالمنطقه، مشيرا الى ان مقبره واحتي اللي نجحت البعثه المصريه برئاسته في الكشف عنها يوم السبت الماضي بتعد من اهم المقابر، لانها بتعود لدوله قديمه وحالتها رائعه لم تمس وبها تماثيل منحوته. وزيري اضاف انه تم الكشف عن وجود 5 أبار في المقبرة، واللي من المقرر أن توجد بداخلها محتويات صاحب المقبرة وجميع مقتنياته، متوقعا وجود مقابر ملاصقة في عصر الدولة القديمة شمال مقبرة واحتي. وصل لمطار الأقصر الدولي أمس روبي بيوزاني باندا رئيس جمهورية زامبيا الأسبق وأسرته في إطار جولة سياحية في الأقصر. الحقيقة ده موسم دلوقتي، يعني ناس كتير جدا هناك، حلو جدا دلوقتي. طبعا الأقصر وأسوان. وصرح نائب محافظ الأقصر الأستاذ محمد عبد القادر في بيان صحفي أنه زيارة رئيس جمهورية زامبيا بتستغرق يومين، وأشار إلى أنه زار عائلته عقب وصولهم المعالم الأثرية لمعبد الكرنك. الرئيس الزامبي الأسبق وأسرته أبدوا إعجابهم بالحضارة المصرية القديمة، وقالوا أنه من المقرر أنهم هيقوموا بزيارة المعالم الأثرية للبر الغربي النهاردة. هيزوروا معبد حتشبسوت، وادي الملوك، وادي الملكات، وهيقوم بعدها بجولة نيلية على متن أحد الفنادق العائمة لزيارة معالم محافظة أسوان السياحية. زي ما قلنا فيه هيكون معانا حوار النهاردة عن السياحة المصرية. أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اتصال هاتفي بقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة قداسته بحلول أعياد الميلاد بمناسبة عيد ميلاد البابا 82. شيخ الأزهر أيضا يعني دي من الأمور أو من الطقوس اللي بتوحي بالسلام بين الناس، وإن الأفكار المتطرفة اللي بتتكلم عن التهنئة بعيد الميلاد أو ما إلى ذلك يجب أن يتم نبذ هذه الأفكار. حقيقة البابا احتفل بعيد ميلاده مع مجموعة من الأطفال المرضى، وكانت هناك كعكة عيد ميلاد كبيرة أطفال البابا، شمعة مثبتة في وسطها، بيعالج الأطفال في مستوصف بتديره جمعية خيرية بيقدم الرعاية لنحو 400 طفل، كتير منهم من أسر مهاجرة. البابا قال إن العمل مع الأطفال ليس سهل أبدا، لكنه بيقدم للكبار تعليما وفهما أفضل للعالم، وقال مازحا إنه يأمل ألا يصاب بعسر هضم من هذه الكعكة الكبيرة.
فازت العارضة الفلبينية كاتريونا جراي البالغة من العمر 24 عام بلقب ملكة جمال الكون المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية. ملكة جمال جنوب أفريقيا مارين جرين حصلت على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون، بينما حصدت لقب الوصيفة الثانية ملكة جمال فنزويلا ستيفاني جوتيريز. الفلبين بقى كانت فازت في مسابقة ملكة جمال الكون في أعوام 2015 و 1973 و 1969. حلفت نظري في المسابقة السنة دي بقى يا منى إن كان في رجل متحول لامرأة من إسبانيا، هي ملكة جمال إسبانيا يعني، شاركت في المسابقة. بس هو ملفت إنه لرابع سنة على التوالي بتفوز ملكة جمال العالم من الفلبين، مش على التوالي لكن رابع للمرة الرابعة يعني صباح حلوين nowadays we live in an era in which we have اليابان أمة مهووسة بالدمى والروبوتس، بتقيم السنة دي مهرجان للدمى اللي بيجذب محبي اقتنائها وتجذب الآلاف ممن يحبون الاطلاع على آخر ما وصلت إليه صناعة الدمى ومبتكريها في اليابان. في اليابان دمية بشكل ومواصفات معينة وليها تاريخ قديم اسمها نينجيو وبتعود إلى عصور ما قبل الميلاد. الحقيقة إن اليابان هي أول من ابتكر دمية بتحرك مفاصلها. والمهرجان مش بيقتصر على مبتكر الدمى فقط، بل أيضا صناعة إكسسوارات الدمى وملابسها، فلا تكتمل صناعة الدمى إلا طبعا بالإكسسوار والشعر والملابس. بيمكن طلب دمية بمواصفات معينة من ملامح الوجه ولون شعر وملابس وإكسسوار يعني، وهتلاقي من دمى تقليدية حتى دمى من القمر أو المريخ. ابتكار الدمى بيرجع طبعا لرغبة الإنسان في أنه يتخيل أو أنه يحول الخيال إلى حقيقة. المهرجان بيقام مرتين في السنة نظرا للإقبال عليه. يعني ممكن نروح نجيب دمية بشكل حد معين، دي له صورة أقول له أعمل لي دي. هو دمية. كل حاجة ممكنة في اليابان، واضح أنه يعني هم بيحققوا أي حلم، أي حلم لأي حد. زين نطلع زيارة اليابانية. طبعا الفترة دي موسم أعياد الميلاد وأعياد الكريسماس وفيها حفلات ومهرجانات في كل حتة في العالم. مئات الأشخاص شاركوا في المكسيك في سباق لتوزيع الهدايا على الأطفال، وارتدى المشاركين رداء بابا نويل وجذب المشهد طبعا انتباه العائلات والأطفال. طبعا جميل قوي، الله المشهد كله بيكون طبعا مبهج، وعائلات كتير بتنزل تشارك في هذا الامر وباسرهم وباطفالهم. يعني هي دي موسم الحقيقه احتفال الاطفال يعني، والعيله كلها تفصل تماما، العيله كلها والضغط العصبي في العالم كله. بابا نويل بيبقى موجود باشكال مختلفه كل يوم، عندنا اخبار عن بابا نويل وفي منطقه في العالم ولابس لبس معين وبيوزع حاجات مختلفه. طيب يعني سيبنا شوية الأخبار المبهجة، لكن برضو الوقت ده من العام وقت صعب من ناحية الطقس طبعا، لأنه آخر السنة وقلب فصل الشتاء. الإعصار فيثاي وصل إلى اليابسة على ساحل ولاية أندرا برادش الواقعة في جنوب الهند، وللأسف دمر المحاصيل الزراعية واقتلع الأشجار وأسقط أعمدة الإنارة، وأدى إلى مصرع شخص في انهيار أرضي بمدينة فيجايا وادا، واختبأ بعض السكان المتواجدين في الشوارع عند وصول الإعصار في الحافلات نظرا لشدة الرياح والأمطار. حقيقة فيثاي هو ثالث إعصار بيضرب بالمنطقة الساحلية. الشهر الماضي مثلا أصاب الإعصار جاجا آلاف المنازل بأضرار وقتل 45 شخص سبق، وفي أكتوبر برضو إعصار تيتلي الأودى بحياة أكثر من 50 شخص. الحقيقة المناطق دي دايما مصابة بأعاصير والموت فيها بيكون بأعداده بأرقام كبيرة. الواحد لما يعني بيشوف بقى الطقس ده بيحمد ربنا على الحر اللي هنا لا والبرد هنا يعني والبرد الشتاء هنا مش برضه مش شتاء مقارنة بده. احنا بنتكتك من شوية مطرة وانخفاض يعني في درجة الحرارة، لما بتبقى 12 بنبقى متكتكين مش متعودين على الجو ده صح، لكن فعلا الطقس هنا لا يقارن بأي حتة. طبعا الحمد لله.
طيب كالمعتاد برضو في يعني جولتنا السريعة في بداية اليوم في هذا الصباح بيكون عندنا بعض النصايح الغذائية من المواقع المختلفة ومراكز دراسات الصحية. ذكر بحث جديد أنه إضافة البندق للنظام الغذائي قد يفيد الصحة على المدى الطويل، وأثبتت الدراسة اللي أجراها معهد لينوس بولينج في جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة ونشر في مجلة التغذية أن كبار السن اللي أضافوا البندق إلى نظامهم الغذائي لمدة 16 أسبوع حسنوا بشكل كبير من مستويات الأملاح المعدنية والفيتامينات. يعني مش مشكلة إن احنا نكون متعودين على إننا نأكل من وإحنا صغيرين، ممكن نبدأ ندخله في نظامنا الغذائي من دلوقتي. النتائج أظهرت إن زيادة تركيزات المغنيسيوم في الدم وارتفاع مستويات فيتامين إي بين الأكبر سن وهو ما يساهم بشكل كبير في وقايتهم من الأمراض المزمنة، لأن قلة الفيتامينات والمعادن بتزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة زي طبعا أمراض القلب والأوعية الدموية والزهايمر والكبد والسرطان. هذه النتائج بتكمل المعرفة حول دور المكسرات في صحة القلب مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا المكسرات. لوحظ أن الذين تناولوا المكسرات 7 مرات في الأسبوع كان عندهم ما يقارب ضعف الفايدة مقارنة مع اللي تناولوا المكسرات مرة واحدة أسبوعيا. حاجات بسيطة وممكن تتعامل في حياتنا اليومية تفرق، يعني وتفرق طبعاً. كوقاية طبعاً. يعني بالتأكيد دي كانت كل الأخبار اللي معنا النهاردة في جولتنا السريعة في بداية يومنا في هذا الصباح. خلينا نروح نتابع أخبار الرياضة ولكن بعد الفاصل.